هناك مواقع في ليون تشبه لوحة من مدرسة الفن التكعيبي، وأخرى تذكر بمجد الهندسة المعمارية في عصر النهضة. حي المدينة حول كاتدرائية سان جون من العصور الوسطى طبع مظهره منذ القرن الخامس عشر التجار والصيارفة من أصل إيطالي. أزقة ضيقة وقصور وأفنية مختفية عن العيون. للوصول إلى هذه الأفنية السرية لدينا شبكة من الممرات الصغيرة، وهي أيضا سرية إذ يصعب إيجادها. يمكن المشي من خلال الممرات من شارع إلى آخر واكتشاف كافة الأفنية. الفندق فئة 5 نجوم كور دي لوج الذي تم ترميمه يظهر جمالية القصور من الداخل. ينام الزوار هنا بين الجدران التي تعود للقرن الرابع عشر. أعلى من كاتدرائية سان جون تنتصب كنيسة فوفيه، بناية مثيرة للإعجاب تجذب الزوار. من هنا تتوفر أفضل إطلالة على المدينة. يقع مركز المدينة الحالي في شبه جزيرة، لأن ليون تقع بين نهري الغون والسان. درة وسط المدينة هي ساحة بيلكور أمام مجلس البلدية. حي سكني وتجاري رائع، الشوارع تشبه شوارع باريس، متاجر فاخرة تغري بالتبضع. تعتبر ليون مركزاً للنسيج وخياطة الحرير. المدينة صغيرة بالنسبة للمصانع، لذا شيدت خارجها. وفي القرن التاسع عشر عاش في ليون 30,000 من نساجي الحرير. حالياً يوجد 5 من مشاهير الحرير في المدينة، منهم لودفيك دولاكاي. في الماضي كانت صناعة الحرير أكثر أهمية. النساجون كانوا يصنعون للعائلة المالكة والبرجوازية وطبقة النبلاء، بل وحتى لرجال الدين والجيش. بعدها اهتموا بإعداد تصميم المنسوجات والأقمشة في القصور الوطنية مثل فرساي وفونتينبلو ومتحف اللوفر. كان النساجون يحركون عجلة النسيج بأرجلهم في القرن التاسع عشر، وتدعم المدينة اليوم المواهب الشابة بتوفير المكان وفي التسويق. بوريس فوشي يصمم أزياء للنساء من الحرير، وأندريا فاجيوني حققت النجاح باستخدام إكسسوارات الفضة. عندما بات حي المدينة مهجوراً، سعينا إلى جذب صناع أزياء الشباب والديكور وشركات التصميم وإرشادهم عن الوسائل الكاملة لتطوير أعمالهم. مخيلة وابتكارات المواهب الشابة لا تنضب، حتى احترفت 150 شركة صغيرة الأعمال الحرة بمساعدة من المدينة. تعتبر ليون أيضاً مقصد عشاق المطبخ الفرنسي، وساهم في ذلك بول بوكوس أشهر طهاة البلاد، وهو يدير هنا مطعماً و5 حانات فاخرة. يقولون أن موقعها كان محطة قطار في الماضي، ويطلق على الحانات اسم بوشون، وهي مطاعم تقدم أطباقاً محلية بأسعار منخفضة. المطاعم الشعبية بوشون هي الحانات النموذجية في المدينة، وفي مقهى فليغاسيون تقدم مأكولات من ليون بأسعار معقولة. يصب النبيذ من الصنبور مثل البيرة ويعبأ في زجاجات، والزجاجة التقليدية تسع 46 سنتيلتراً من النبيذ. في أيام الأحد يمكن أن يتسوق المرء من سوق الفنانين ويتجول على ضفة نهر السون. وفي الآونة الأخيرة ازدادت شعبية الرحلة على العبارة، فهي تبحر بصورة منتظمة إلى ملتقى نهري السون والغون، حيث بدأت تنشأ في مكان المنطقة الصناعية سابقاً أحياء سكنية جديدة ومكاتب ومراكز للتسوق. بعضها لا يزال قيد الإنشاء، كمتحف العلوم الذي يتوقع أن يستقبل بعد الافتتاح في عام 2014 نصف مليون زائر سنوياً.